السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مسؤول عسكري روسي: اليمنيون تمكنوا من إنتاج الوقود النقي للصواريخ. وإلى التفاصيل. أثار إسقاط قوات صنعاء سادس طائرة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 خلال أيام اهتماما روسيا كبيرا. وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن اليمنيين الحفاة تمكنوا من إنشاء نظام دفاع جوي متطور بما يكفي لتحدي قوة عظمى وإسقاط عدد مثير للإعجاب من طائرات MQ-9 الأمريكية. مضيفة أن القوات اليمنية أسقطت ما قيمته 279 مليون دولار من طائرات MQ-9 لتصبح إلى حد بعيد أكبر تهديد لبرنامج الطائرات بدون طيار الأمريكي. ونقلت الوكالة عن النائب السابق للقائد العام للقوات الجوية الروسية الليفتنت جنرال المتقاعد أبيتيك بيزيف القول إن من الواضح أن اليمنيين تمكنوا من إنتاج الوقود النقي للصواريخ بدلاً من الوقود الدفعي التقليدي، وهو ما يتطلب مصانع متخصصة ومعرفة فنية لتصنيعه. من جهتها أكدت المحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كارين كويتاكو فيسكي إن اليمنيين أثبتوا براعتهم الهندسية وسيكون من الخطأ التقليل من كفاءتهم. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.